كثير من المتقين الى المنهج السلبي تاثروا بهذه التيارات واصبحوا متميزين ويحاربون جهاد الحق وجهاد السنه لانهم مرشدون. نحن انا اشد واحد كتبت في ايام الباز في ايام الالباني في ايام العثيمين رديت على اخوان المسلمين وعلى التبليغ وعلى اهل بلاد جميعا وهم يؤيدوا هذه الكتب ويؤيدوا الربيع ولم يعارضه احد ولم يقل شيء احد. قال الالباني كلمه اثنى على ابي الفجر وقال محام اللواء الجهل والتاثير في هذا الامر. ثم قال انه شيء من الشده فرح بها هؤلاء المضيعون وطاروا بها طبعا. اتصلت عليهم لماذا يهتمون بالشده؟ قال لي والله وجدته يتبرع. قال لي يتبرع. قلت يا شيخ هذا يمر لا سلبي ويمر لي فاعتذر رحمه الله. بعد ايام ارسلت له العواصم من الفواصل العواصم والله في كتب سيد من الفواصل وهو اشد وهكذا قرأه مؤيدا لأنه حق وقال قلت حقا فزدت يا شيخ حكم الله رحمه الله. ابن بلد لم يكن مؤمنا قال يقول رد على اهل البدع رد على اهل البدع بالحكمه ما كانوا يعانوا به ابدا والله لقد كتب الي كتابا قال بلغني انك رددت على المولود رحمه الله وأرجو أن ترسلني نسخة من هذا الرد. ما كان يعترض. كان الشيخ التويجري يرد بشدة عن أهل البدع والشيخ بن يؤيده ويطلع كتبه. ها؟ لم يقل له يرد يوم من الأيام كان يرد على الباري. بارك الله فيك. الشيخ الباري ليس كتب، ما يقول السنة. ما يقول أنت بالشدة. بارك الله فيك. الفوزان كان يرد على اهل بدعه ايام الشيخ ما يقول الرسول بارك الله بل يؤيده ويقول اطلب بارك الله كم كل هذا قرض الشيخ كما قرض الشيخ للشيخ تويجري ومدح كتبه واثنى على منهجه رحمه الله. كل المشايخ هؤلاء بارك الله فيك كانوا يؤيدون هذا المنهج الذي ضعفنا فيه ما قضينا على المستوى اللي كنا في عهدهم بل ضعفنا ومع هذا يكون نحن متشددون. بارك الله فيك. ويقول ابن باز والله ابن باز كان يحارب اهل البدع ويؤيد من يحاربهم ويثني على من يحاربهم. بارك الله فيكم. هكذا دليل ان الشيخ الباز سكت احد من الرادين على البدع. هل سكت الدمغان؟ هل سكت التميمي؟ هل سكت ربيع؟ هل سكت الالباني؟ كذلك العلماء كلهم يؤيدون وينصرون من يقول كلمه الحق ويدع الباطل. سحر الشيخ ابن تيميه قال الشيخ ربيع قالوا فيها كذا وكذا، قال لانه بين احوال رموزني وايدني كرات ومرات. ايضا والله بعد ما الشيخ بعد ما راح المشايخ الفوزان ولا البال ولا تيميه ولا الباني قام على المشايخ والله كذب والله انتهزوها فرصة موت على الإمام كانت فرصة لهم ووجدوا أن نجي السلبي وأن آله يمزقونهم ويشددونهم بقواعد وأصول ومناهج من أفسد القواعد ومزق الشباب السلبي في العالم وغرسوا في أذهانهم أن الجماعة الفلانية متشددة. كيف من المعتبرون؟ كيف نحن نقول منهج السلف؟ كيف هم منهج السلف؟ وهم في غاية الشدة على أهل البدع. فإما أن نرفض منهج السلف ونتابع أهل البدع وإما أن نقول إننا سلفيون ونسير على نهجهم في المواقف الحاسمة من أهل البدع. نعم ادعو إلى الله في الحجة والبرهان. بين إذا أمامكم مبتدع رافضي صوفي قبوري أي حاجة ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان. لكن حينما تأتي تكتب هذا كيف الله